في أطراف الصحراء مدن هادئة لا يعكر صفوها منغصات الحياة ولا تقلبات الزمان. ولا يشق سكونها سوى صوت مؤذن من هنا أو هناك. مدن تفوح في كل أرجائها رائحة الحضارة، وأريش التاريخ يعبق في كل مكان، وروحانية تلف جسمك تحس بها من حيث لا تدري. تأسرك فلا تستطيع مفارقتها، وإن فارقتها حنيت للعودة، وناداك الشوق إليها، واستنشقت فيها إكسير الحياة. هنا كل شيء يحدثك عن حضارة تليدة وتاريخ عريق، تمتد أشعته إلى جميع الأنحاء في الشرق والغرب، وتبحر بك إلى عوالم أخرى. تحدثك القصور والأزقة العتيقة عن العشاق الذين حفروا ذكرياتهم على جدرانها. وتناجيك المآذن والقباب بابتهالات رجال كانوا هنا لتدلف منها إلى أعماق التاريخ، ممتطياً ثنائية الدهشة والإبهار. اتخذت حضرموت العلم سمة لها، فكانت أفواج العلماء تنبت فيها كما ينبت العشب في الوادي. بين جنباتها احتوت دروسهم، وفي ثراها الطاهر احتضنت أجسادهم حتى أصبحت معيناً لا ينضب وشمعة لا تنطفئ، فكانت زاداً لكل عابد وكعبة لكل طالب، موطناً للعلم ومعيناً للعطاء. أهلها أولو فضل، تغشاهم السكينة، الوقار، الوداعة، المحبة، وتلك الابتسامة التي لا تفارق محياهم ولا تحتاج إلى ترجمان. نتعلم منها فن التعامل مع الناس المكتسين بالبساطة والتواضع، يستقبلونك بها حيثما نزلت وأينما حللت. يحبون أرضهم أكثر من أي شيء آخر، ويعتزون ويفخرون
ويتباهون بدورها الريادي في نشر راية الإسلام في أنحاء المعمورة، وما زالوا يعملون جاهدين في الحفاظ على ذلك الدور وتلك البصمة. تاريخها الديني حافل بالعطاء بما تحتويه من معالم وشواهد دينية لا توجد في منطقة أخرى في العالم، وما تمتلكه من موروث ثقافي كبير حتى أصبحت إحدى أهم المناطق الحضارية في العالم العربي والإسلامي. هذه الخلفية التاريخية والحضارية أتت من ماضيها الديني المشرق، فقد عاش على هذه الأرض العتيقة أقوام بائدة كقوم عاد وثمود، وحضرموت هي أرض الأحقاف المشار إليها في القرآن الكريم. هود عليه السلام أحد الأنبياء العرب الموجودة أطرحتهم باليمن في حضرموت. هود هو نبي الله إلى عاد، وهم عرب جفاة متمردون عبدوا الأصنام كانوا يسكنون هذه البلاد، فأرسل الله إليهم هودا وهو منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص، فكذبوه وخالفوه فأخذهم الله بالعذاب. وسأل هود ربه أن ينصره على تكذيبهم وكان له ذلك. اليوم هنا يرقد هود في أقصى حضرموت منذ أكثر من 4000 سنة بجوار نهر يدعى الحفيف، وهو النهر الذي لا يزال جارياً بجوار قبره حتى اليوم. وبالقرب منها تقام في موسم زيارته سوق تجارية معروفة منذ عصر ما قبل الإسلام، تباع فيها البضائع من الماشية والأقمشة والحبوب وغيرها. يحيي الزائرون شعائر التعبد والتقرب إلى الله بعيداً عن مشاغل الحياة والضجيج المدنية، ويحرصون على إقامة المحاضرات الدينية والنقاشات الفقهية إلى جانب قيام سكان القرى المجاورة للشعب بإحياء فعاليات الترحيب الشعبية طيلة أيام الزيارة التي تمتد من 3 إلى 4 أيام، هي 8، 9، و10 من شهر شعبان من كل عام. وخلوا غيركم منكم ياخذ دراسه، وخلوا غيركم منكم ياخذ دراسه، وعبرهم يا ريايل الحماسه، وخلوا غيركم منهم ياخذ دراسه، وعبرهم يا ريايل الحماسه، وخلوا غيركم منكم ياخذ دراسه، وعبرهم يا ريايل الحماسه، وخلوا غيركم منهم ياخذ دراسه، وعبرهم يا ريايل الحماسه. في الجانب الآخر من حضرموت في الغرب يوجد ضريح النبي صالح عليه السلام، نبي الله إلى قوم ثمود. أرسل الله إليهم صالحا وهو منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص، فكذبوه أيضا وخالفوه فأخذهم الله بالعذاب.
وفي حضرموت أضرحة أنبياء آخرين، هادون ابن هود عليه السلام في قرية هدون بوادي دوعن، وحنظلة ابن صفوان عليه السلام في قرية بور بوسط حضرموت. إلى جانب أضرحة الأنبياء هناك أيضاً أضرحة الصحابة، وهم الرجال الذين صحبوا الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم هاجروا بعد وفاته وانتشروا في البلدان ينشرون دعوته. يرقد البعض منهم هنا في حضرموت، فهذا ضريح عباد بن بشر الأنصاري في منطقة اللسك إلى الشرق من تريم، وهنا ضريح كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور على مرمى حجر من قرية العجلانية بغرب حضرموت. وإلى جوارهم يرقد الكثير من الأولياء والصالحين الذين ذاع صيتهم وملأوا الأرض علما وسلاما. تربعت حضرموت على عرش الوفود العربية في سنة الوفود، عندما أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد البياضي نائبا له على حضرموت، فدخلوا في الدين الجديد جماعات وأفرادا. منذ ذلك التاريخ وما زالت هذه الأرض منبعاً لبزوغ نجومية كثير من رجالات العلم والأدب والفن، وصلت علومهم ومؤلفاتهم إلى كثير من الدول والأقاليم في جميع أنحاء العالم، وأصبحت مناطق جنوب شرق آسيا والهند وجنوب شرق إفريقيا مستوطنات لهم. تريم مدينة المآذن وأم المدائن، حرم الإقليم وكعبة القاصد وقبلة طلاب العلم، اسم تجاوز حدود المكان والزمان، مركز إشعاع حضاري، وهي العاصمة الدينية والعلمية. في جنبات مدنها وقراها توسعت كتاتيب ومعلامات، احتضنت أطفالها وأسقتهم العلم في أسفار ألواحهم الصغيرة، وأكملوا مسيرتهم العلمية في مدارسها وأربطتها. فهذا رباط تريم، أو أزهر حضرموت كما يسمى، يقف شامخاً منذ سنة 1304 للهجرة، وهنا الجامع والجامعة دار المصطفى للدراسات الإسلامية، ودار الزهراء التابعة له والخاصة بتعليم النساء، وليس ببعيد كلية الشريعة التابعة لجامعة الأحقاف التي جمعت التعليم التقليدي والأكاديمي.
هؤلاء الرجال الذين لازموا حلقات العلم واجتهدوا في تحصيله أسوة بإخوانهم في شتى بقاع العالم الإسلامي، فتدارسوا الكثير من العلوم ونسخوا الكثير من أمهات الكتب وتداولوها بالنسخ، فكانت مكتباتهم تملأ الرفوف والخزائن. التأليف في علوم اللغة والخط والقرآن وعلومه والفقه والأدب والشعر والتراجم والسير والتاريخ والفلك والطب والزراعة وغيرها في كثير من العلوم. وتضم مكتبة الأحقاف للمخطوطات بمدينة تريم في رفوفها الآلاف منها، حتى أصبحت اليوم ثاني أكبر مخطوطات في اليمن. ضمت هذه المكتبة في جنباتها عدداً كبيراً من المخطوطات والكتب النادرة، والتي تم جمعها من المكتبات الخاصة لعدد من الأسر العلمية في المدينة لتكون في أيدي الباحثين من شتى أنحاء العالم الذين يتوافدون إليها ليغرفوا من هذا المعين. الناس هنا بسطاء للغاية، ولمكانة المنطقة الروحية كعاصمة دينية لليمن حضورها وتأثيرها الواضح وسحرها الفعال في الحياة الاجتماعية. كل شيء فيها ينطق علما وحلما، حضارة تتحدث وحاضر مبتسم، علاقة نشأت ما بين الإنسان والمكان، وقصة عشق لا تنتهي. كل شيء فيها يدعو للسلام والأمان ويبعث في النفس طمأنينة. حتى مظاهرها الحربية والعسكرية تلبس ثوب السلام، فحصونها العالية تبعث من فوق أبراجها طيور السلام، ورجالها يؤدون لوحة فلكلورية تدعى بالشبواني. رغم مظاهرها الحربية وحركات أدائها، إلا أنهم استبدلوا السيوف بهروات من الخشب، فأصبحت هذه اللوحة دليلاً على الفرح في هذه البلاد. حضرموت أصيلة بأصالة ناسها وعاداتها وتقاليدها، محافظة على هويتها الفنية الشعبية، بل عاشقة لها. دانا دان ودان دانا يا دليل محبتك.
والذي جابني فيقفل بإيقاعات متميزة ممتزجة وكلمات نابعة من القلوب شكلت في حد ذاتها فسيفساء رائعة وقالبا جميلا يتفاخر به الأجيال. فما بين موشح ديني ولحن دان وأبيات شعر ورقصة فلكلورية فكانت ملهمة لهم في أعمالهم وموضوعا لأسمارهم في لحظات المساء بين بساتينها أو فوق أسطح منازلها مع رشفة كأس من الشاي. يا لا